بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عادي يا بنات، شوق بالشوالات وبالدفارات وبالعربات، شوق شوق شوق. كيفكم يا بنات؟ إن شاء الله طيبين رايقين، أموركم طيبة، وإن شاء الله كلكم بخير وعافية. ربنا يعني زي ما بلغنا 15 الأيام الأولى من رمضان، يبلغنا 15 الأواخر بخير وبركة ويعظم الأجر، وكمان يا رب العالمين تكتب لنا فيه كل الخير. المهم أنا طولت عليكم، لكن جيتكم بفيديو روتيني، فيديو تحفيزي. كنت عندي عزايم الأيام اللي فاتت، فعشان كده انشغلت وما قدرت أنزل لكم فيديوهات صراحة. يعني مثلا أكون خلصت شغلي لكن عاوز أنزل فيديو، بحس إنه خلاص الجسم يعني خلاص ما في طاقة. فهنا كنت عندي عزومة بنت خالتي وكمان خالتي، فأنا شوفوا دايرة أشارككم عادة من عاداتي لما أكون عندي مثلا ناس جايني أو عاوز أعمل عزومة وكذا. أنا قبل ما أمشي السوق أجيب أمشي السوق وأخم وما بعرف شنو بعمل شنو، ببدأ بالمطبخ يعني قبل العزومة بيوم بعمل شنو، وبنظف المطبخ. ده اللي عملته، حبيت أشارككم. زي ما شايفين طلعت كل الحاجات اللي في الثلاجة عشان أشوف الحاجات الكويسة اللي حتنفع واللي ما حينفع، وكمان يعني يوم العزومة التلاجة تكون نظيفة، ما بحب شنو الدنيا تكون جايطة. فدي عادة حلوة حبيت أشارككم، عسى ولعل يفيدكم لقدام. مثلا ببدأ بالتلاجة، بفضي التلاجة كلها، بنظفها نظيف، ومكان الدائر غسيل بغسله. هو كان نظيف يعني ما كان وسخان شديد، لكن هنا بس حوض الخضار. انتوا بتعرفوا الأيام في رمضان والواحدة مع الصيام وكذا بتحب يعني ما بتكوني مركزة مع الترتيب شديد. فانا عملت شنو، فضيت الثلاجه، حسيت انه خلاص الحاجات دي عاوزه نظافه، لانه بستخدم حليب محلى كتير، والاطفال برضو يعني بيستخدموا الحاجه دي كتير. فعملت حسيت انه شنو كده بقى شربان عاوز نظافه. نظفته ورتبت الحاجات. سبحان الله، انا لو ما نظفت الثلاجه وطلعت السوق انا متاكده انه انا كنت حمشي اجيب حاجات اصلا موجوده في الثلاجه. زي ما بيقول عملت جرد عملت جرد للثلاجة، نظفتها وشفت الموجود والما موجود، رتبت الدنيا. بعد ده عملت شنو، قلت يا دلال عشان يوم الإفطار أنا بكون شنو، ما بحب أعمل الأكل قبليه بيوم. يعني مثلا في ناس ممكن يجهزوا الأكل اليوم بكرة العزومة، لا أنا ما بحب كده. أنا بعمل شنو قبل العزومة بيوم، بنظف الدنيا، برتب البيت، وبحس يعني الدنيا تكون خفيفة حتى بعد ده يوم العزومة تكون شنو بس للأكل. وده اللي حصل معاي، شايفين الثلاجة بقت رهيبة شديد ونظيفة ومرتبة ومهذبة. بعد ما نظفت الثلاجة، معلش على إزعاج يوسف، مشينا وين؟ الصالون. أنا أشوفه من عوايدي الصالون لما يكون في جايين ضيوف، بحس شنو بحب انه من الشكل بكون عاوزة اكتر شيء انه المكان يكون مريح. يعني مرات مثلا طقم الجلوس يكون في زاوية كده، والكراسي الفرد بيكون بزاوية، بدي منظر حلو للصالون، بس ممكن تحسي انه المكان ضيق. فانا بحب شنو انه الناس تاخد راحتها. فبرضو حوريكم روتين الصالون. بعد المطبخ هنا جيت فتحت الفريزر، برضو من رمضان بس بشيل وبخلص وبخد الحاجات. وما أقول لكم يا جماعة، التفريزات ساعدتني مساعدة كده ما طبيعية. يعني الحمد لله لحد 15 رمضان أنا تقريبا بصحى بس أعمل الحاجات الموجودة. يعني مثلا الشيء الوحيد اللي بقول لكم مثلا ما نفع في التفريز، هقول لكم مثلا الشيء ده ما نفع، لا والله ما اكذب عليكم، كل الحاجات فادتني، خاصة العصاير. ما عندي قصة انه ابل العصير في رمضان، مثلج جاهز بشيله بطلعه برا وبقوم بس بعمل العصير. يعني راحة ما بعد راحة، الحمد لله والشكر لله. اللي ما حضرت معانا تفريزات رمضان السنة دي او ما جهزت، اكيد باذن الله واحد الاحد يعني تكوني معانا في القناة السنة الجاية ان شاء الله باذن الله، تكوني عملتي نفس الحاجات اللي انا عملتها، ويمكن يطلع لنا حاجات جديدة مع بعض. اكيد الدنيا حتروق وحتترتب اكتر. يعني هنا خلصت الفريزر، شفت الموجود والما موجود، كنت حاسة انه اللحم خلاص قرب يخلص، او مثلا الدجاج ما في يا ربي، فحسيت انه الحاجات لسه قاعدة. فالوحدة مع الصيام لا. المهم هنا جيت لدرج المعالق، برضو استخدامه في رمضان كتير جدا. انا لو خليت الدنيا كده والعزائم تتراكم علي والشغل يكتر علي، اكيد في العيد لما يجي النظافة حتبقى لي صعبة شديد. فحسيت انه انا عاوز اخفف على نفسي شوية ونظفته، حسيت انه المكان ده كله عاوز نظافة مسيح وترتيب. فغيرت شوية كده، وديت من هنا هناك وهزبت المطبخ. بعد ما هزبت المطبخ ورتبته وخلصته، مشيت للصالون. أهم شيء في المطبخ يا جماعة الثلاجة، الفريزر والسبات اللي جوا الثلاجة،
دي الحاجات اللي بتكون شنو شايلة ليكي وسخ وكده، وخاصة دواليب المطبخ. دواليب المطبخ يعني لو ما اتمسح دايما تحسي انه الدنيا مغبشة. انا حسيت انه الاستيكر داير نظافة، هو طبعا دول للناس اللي معاي في القناة، ده ما دواليب المطبخ. دواليب المطبخ اصلا لونه بني، لكن انا عاملة له استيكر بالابيض. فبعمل شنو، بجيب في المرش شوية كلوروكس مع شوية ديتول وموية، بخففه بموية كتير، بعدين بديه مسحة للدواليب، بيبقى لونه كده يعني إذا دخل فيه وساخة بيبقى نظيف، يعني بيظهر إنه اللون خلاص بقى أبيض. بعد ده رشيت موية وغسلت الدنيا وهزبته وروقته، مشيت شفت الباقي والحاصل عليه شنو. فلما جه اليوم التاني للعزومة حسيت إنه الدنيا نظيفة، الدنيا نظيفة ورايقة، وحسيت إنه بس عاوزة أخلص شغلي، ما عندي حاجة، ما شايلة هم للنظافة والدنيا. حتى بعد الإفطار يعني ما حيكون في شغل تقيل، اللهم بس نغسل العدة وندخله في مكان، والمطبخ يكون مرتب كده رايق ومهذب بغض النظر عن الحلل اللي فوق البوتجاز. ده كان المطبخ بعد ما هذبته. بعد ده حنمشي وين؟ للصالون. زي ما اوريكم الصالون كنت حابة انه المكان يكون واسع، فعملت شنو، غيرت مكان الكراسي. يعني احنا دايما لما يكون معاي خالتي او مثلا بيت خالتي وكذا، ما يعني بنفطر سوا في مكان واحد، ونحن من الناس اللي بيعشقوا جدا، يعني من عشاق، نحن من الناس اللي بنحب نقعد في الارض وناكل، ما بحب قصة نقعد فوق والسفر والقصص دي، ما عارفة، بس بنحب البساطة، يعني بنحب الدنيا تكون كده حلوة. هنا خلص زحزحت كل الحاجات، بما انه انا بنظف يومي، لكن رمضان زي ما قلت لكم الناس بتقعد في الصالون كتير وكركبة وجوطة، وقدر ما تنظفي وقدر ما ترتبي. ايوه نعم بتشوفي الدنيا نظيفة، لكن شنو، بس برضو محتاج مننا انه نحن حتى يعني الواحدة ما ترك يعني ما تراكمي عليك شغل العيد. مثلا لو الان عملته ده، انت لو عملتيه قبل العيد بكم يوم، مثلا قبل العيد قولي بعد بكره مثلا عملتي النظافه دي في بيتك، يوم ما تكوني عندك الافطار مثلا هتعملي فيه حاجات بسيطه، اعملي النظافه دي في العيد، حيبقى لك الدنيا سهل، الدنيا النظافه هتبقى لك سهله جدا، يعني ما حتكون عندك كده شغل متعب. تمام، زي ما انتم شايفين انا حسيت انه لو جبت الطقم الطويل ده، الكرسي الطويل لو جبته هنا جنب التلفزيون حيكون احسن، بما انه هو اصلا مكانه تحت الستاره احلى، لكن احنا زي ما قلت لكم يعني بنحب انه الدنيا تكون واسعه ومريحه والناس تقعد كده مرتاحه وتنبسط. حبيت اجيب لهم الكرسي الطويل قدام التلفزيون والكراسي الفرد بهناك عشان احنا النسوان نقعد ونتونس زي ما دايرين براحتنا. فالمهم كان يوم جميل جدا، انا من عشاق الناس اللي بتعشق لما الناس اللي بتحب الونسة، تحب انه الناس تكون مع بعض. فالحمد لله انا دايما مبسوطة بيهم، بتخالتي دايما مبسوطة بيها، دايما بحبها، بحس انه مع بتخالتي يعني بحس انه ايوه دي الزوالة اللي انا عاوز اقعد معاها. ايوه يعني شفتوا لما انت تكوني فاقده امك، او مثلا تكوني فاقده يعني اختي انت عاوزه تتكلمي معاها او كده، فهي دي هي يعني عوضتني في الغربه دي عن امي وعن اي حاجه. ربنا يسعدها باولادها وربنا يبسطها ويجزيها الف خير على كل شيء هي بتعمله. يعني بتحب انه تقدم للناس حاجه حلوه، بتحب انه يعني هي زوله ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها ويسعدها ويبارك في رزقها وفي رزق اولادها يا رب العالمين. شرفوني ونوروني، تونسنا وشربنا شاي وهمش القهوة والونسة حركات، عملت لهم حاجات يعني حلوة. يعني ما قدرت أنزل لكم الوصفات اللي عملتها، لكن إن شاء الله إن شاء الله بس أديتكم مقتطفات من الحاجات اللي أنا عملتها، لكن شنو الوصفات حنزلها لكم بكرة. يمكن عملت كان دمعة وقراصة دمعة، وعملت كمان حلا حلو جدا، حلا كاسات رهيب، بكرة حنزل لكم الوصفة. وكمان عملت يعني أغلب الحاجات كانت من الحاجات اللي بعمله دايما، يعني حاجات زي بتقدر تقول على يعني عدته. تمام، حاجات معادة يعني، فما كان في شيء جديد كده. هو طبعا اصلا رمضان ما فيه ابتكارات كده، حاجات معروفة، هو ناس السمبوسة وناس الشوربة. والشوربة عملت شوربة رهيبة، شوربة فريك كده مع اللي قولوا معي مع الكوارع ومع اللحم، كان حاجة كده حركات جبار كان. المهم ما علينا، كان يوم لطيف جدا، حبيت اشارككم، حبيت اطل عليكم، لانه انا امس ما ظهرت مع ايوه ما ظهرت امس، ما نزلت فيديو، فحسيت اليوم كمان لو ما نزلت فيديو او ما طليت عليكم ما حقدر، حسيت اني كده طولت شديد عليكم. وانا الحمد لله والشكر لله على نعمة وجودكم في حياتي جد، يعني بحس انكم بقيتوا كده يعني اهلي،
زي ما انا مثلا بكون دايما على تواصل مع امي، على مع اخواتي، بحب انه اطمن عليهم. حسيت انه لو اليوم كمان ما نزلت عليكم فيديو كذا، لا ما كذا ما حلو يا دلال، لازم اطلع عليهم واسلم عليكم واشوف احوالكم وشغالين شنو، وروني عاملين شنو في رمضان ده. خلاص ال15 خلاص كذا عدى، بعد يا جماعه جيها كفايه اكل، كفايه اكل، لكن لسه عندي عزايم. ان شاء الله ربنا، بيقول الضيف رزق، الضيف بركه، ربنا يعني يبارك في أرزاق الجميع يا رب العالمين. المهم بعد ده كنت عاوزة أقول لكم شنو، إنه نحن بعد ده هنتجي يا جماعة، العيد 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 قرب، النظافة جيها يا جماعة، لازم نتجي ولازم كده حركات بركات. المهم وروني بتعملوا شنو، قاعد تعملوا عروكات، قاعد تعملوا كريمات، بتعملوا اسكربات. انا حابة ان شاء الله لو ما بكرة بعد بكرة هنزل لكم كريم ترطيب روعة. جهزوا جرسلويد، جهزوا جرسلين، جهزوا اي كريم مرطب، جهزوا لكم زيوت، زيوت ترطيب حلوة، سواء كان زيت اللوز او زيت جنين القمح او زيت الورد، الزيوت دي كلها سمحة للجسم. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم اللي هو كريم الترطيب. يمكن الفيديو لو ما بكره، لو انشغلت بالضيوف وما نزلت فيديو بكره، اكيد حيكون بعد بكره باذن الواحد الاحد. ربنا ييسر الايام وربنا يسهل الامور. وبعدين الناس اللي بدوا دخان معاي ممكن يومين ثلاثه نوقف، نبدا عروكات، نبدا اسكربات. اللي ما عملت عروكه ممكن تعمل اسكرب بالقهوه. في ناس قالوا انه مثلا هل ينفع العروكه تقعد برا الثلاجه؟ العروكه ما بينفع يقعد برا الثلاجه كتير، بس بتقدري تعملي سكراب القهوة. انا نزلت لكم فيديو عن السكراب بتاع القهوة، بتقدر تخليه برا عادي، يعني سكراب القهوة عادي ممكن يقعد برا، ما 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 بيأثر، حتى لو قعد شهر برا ما بيجيه شيء. طبعا يوسف شغال وانا اسوي قصص معي. المهم زي ما قلت لكم ان شاء الله باذن الواحد الاحد الايام الجايه تكون حلوه. وما ننسى كمان راجينا موضوع خبايز، هعمل لكم الغريبه وهعمل لكم احلى كعك سوداني في العالم يا جماعة. شكر نفس بليس، أنا كان من مشاريعي اللي هو الكعك، بعمل الكعك الناعم، وكمان كنت مشهورة. الكعك كان من مشاريعي اللي هو أنا دايما بعمل بعمل كعك، وكنت ببيع الكعك، كنت انشهرت ببيع كعك القلوب لأنه كنت بعمل على شكل قلوب. فسبحان الله فسبحان الله، يعني في ناس كانوا بيقولوا لي يا دلالة انتي ما بتتعبي من شغل الكعك ده، انتي ما بتتعبي من شغل الكعك. أنا تقريبا ليس أنا وقفت الشي ده بجد بجد، يعني النقة الكلام الكتير في الحاجة سبحان الله بجد، بقول لك يعني بيطلع لك الدنيا من نفسك. أنا هسي أنا لما يحنسوني الناس المحل يا دلال عملي لنا الكعب، بقول لهم لا ما قادر والله ما عاوزة ما عارفة، حتى بحلف بقول لا ما بقدر، فسبحان الله ما عارفة لشنو. فالمهم إن شاء الله حشارككم وصفة الكعكة كمان، لأنه الكعك بيطلع جبار خرافي، كلكم هتعمل أحلى كعكة في العيد. المهم بعد ما خلصت نظافة البيت وكده أكيد طلعت السوق مش جبت حاجات للإفطار. هنا كنت عاوزة أنزل لكم الوصفات لكن ما قدرت، لأنه حسيت إنه الفيديو حيكون طويل وما حت يعني ما حتفهموا كتير في الوصفات. عملت قراصة دمعة زي ما قلت لكم باللحم، هنزل لكم الوصفة إن شاء الله إن شاء الله قريب. وكمان عملت شنو يا دلال، أيوة وريتكم أنا عملت شنو صح، إن شاء الله قريب حنزل لكم الفيديوهات. وسامحوني لو الكلام ما مرتب، تقريبا بيكون في شوية فتور شوية تعب. ويلا خلاص يعني ما في حاجة، كلها أكلات كلها حركات بركات، والله عملت حركات بركات كده مبالغة في كاس الحالات، والحمد لله إنه كاس حل الكاسات عفوا كان رهيب جدا وسهل جدا. ده اللي هو ده كان عليه حركات يا بنات. إن شاء الله إن شاء الله حنزل لكم الطريقة كاملة، أنا صورته لكن شنو ما نزلت لكم، حنزل لكم كافي. ولحد ما أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، أبقوا بخير أبقوا عافية، وأكتبوا لي في الكومنتات يا بنات يعني ما دايرين كسل ما دايرين ترخيم الأيام دي، ونبدأ برنامجنا. خلاص خلاص العيد العيد خلاص على الأبواب، ربنا يبلغنا ويبلغكم إن شاء الله بألف خير عافية يا رب العالمين، ومع السلامة.